انطلقت علبها معمر، فرصة 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 فرصة، هدف رائع للرجاء، هدف رائع للرجاء. غتكون مجنونة لأن الرجاء غتبحث الآن على الهدف ديال التعادل. هنا التدخل ديال الصالحي، العارضة تنقذ حارس خضيرية والكرة تصل هنا، اندفاع كلي للرجاء وضربت بكوتسيزو يعني بضربة مقص نصف هوائية. الحافظي يخترق مرمى الحارس خضيرية وأنصار الخضر يستيقظون في ملعب 8 ماي 2-1 في مقابل النار يشتعل. هنا الصفة ديال ملعب النار غنشهدوا 30 دقيقة نارية في المدرجات.